رجونا من هذه الإضافة أن نعطي حركية جديدة، أن نضخ دما جديدا في القطاع، أن نحاول بشكل ما القضاء على الرتابة والملل الوظيفي، وهي حركة من دون شك واجبة، وجوب الأداء والوظيفة والعمل، وكذلك هي حركة ضرورية لأن الحياة تحتاج إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي، ليس فيها لا نية الإقصاء ولا نية الانتقام ولا نية تصفية حسابات.